جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تسبيح الإنسان وتهليله وتكبيره يحتاج إلى أن يكون على طهارة؟ ذكر الله جل وعلا بالتهليل والتسبيح والتكبير لا يحتاج إلى طهارة. الإنسان يذكر الله سواء كان متطهرا أو غير متطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولازم أن يتمكن المسلم من ذكر الله ويكثر من ذلك.